عليكم. اليوم غادي نضرب بكم واحد باسيون المزبلات مزبله كاع الطوله ديال كاينه في جميع هولندا. هذه واحد بروجي كيسعد البلديه كتحاول تمشي للمزبله كتجمع ديك اللي لقات اللي هو باقي تقدر تستغل كتعمل واحد منشآت ياك واللي غادي تحاول تصبر فيها مسائل وتحاول تعوض مسائل. دابا هاد يعني في الطريق هذا سامسد الاوراق جبروه في الزبل ومسحوه وهو مرض وبالتالي كتسمى الزباله ديالو. فهمتيني؟ هادي هي المزباله كيما كتسمعو دابا. شو لا بياسات فيها؟ لا بياسات لانتيغيدا بياسات حومه اورو نص التويشيات هادو فهمتي حاجه مزيونه كيرو فيه حاجة مزيونة فيه حاجة تجيب مثلا هاد البديعة قشوع هوز شحال هادو دابا هادا 50 درهم شي 5 دراهم اش هادو انا عرفت الدراري هانتوما تحبروني من هنا شو ألا لله يا 10 دبلايين شتي الدراري وهادي الزبالة ودي عين هادي 150 15 ديال الأورو 150 15 مليون 100 خلا هذا 150 وهادي 100 ديال الأورو وهذا أنا أرتيستا أنا أرتيستا أنا أرتيستا الثمن ديالها ما عرفتش الثمن ديالها هذا الثمن ديالها ما نعرفش جاب اللي هز لك هذا ها واش حيكون كيسوى في المغرب هذا أنتيك 100 الأورو ايوا كيفاشكم هاد البيعة وشارية اه شني شرينا هاد الشي اللي جانينا مزيون 100 ديال الاورو 150 ديال الاورو كامل كيلبسيه الكوار هادو ماشي زعما هادو غير مهاجرين هادو كاملين يا اخي هاد الكراسة هادو هاد الكراسة مبرعين شوية الكراسة 45 الايرو الواحدة عشيري هذا مجبور دابا مجبور ب 45 ديال الايرو يتباع واش هادو حومة واش هادو حومة 45 ديال الايرو غالية 45 الايرو ها شحال كانت ها 40 هذا 40 هذا 45 هذا 60 جلد. كنشكركم على التتبع ديالكم وكنتمنوكم تشاركوا باكثر في القناة وما تنسوش تضغطوا على الزر باش توصلوا باي جديد وشجعونا بالبارطاج وشكرا.